ثورا ثانيا لو دوزيام روبير المعلم الثاني تجنب مدمرات الحياه الزوجيه ذا شوك تهدون لا في كونجيغال تهدون ستة المعاول ستة تهدون ستة تغاوسيوين ستة الحوايج تهدون الحياه الزوجيه يرقى تمطوط الحاجه ثم زوروث التسلط التسلط سمحتين ارجز يتسلط وثمطوط تسترجل هذا التسلط من الرجال والاسترجال من النساء لو كونفلي اكسيدون اوتوماتيكمون ارجاز يتسلط ثمطوط تسترجل قوه قوه التسلط علماء شو درنا انا سمحتي شو درنا دينيغ التسلط ينبئ عن شخصيه ضعيفه مثول ضيون ديكتاتوري متسلط معنى الشخصيه ضعيفه الى الحزم الرجل مري لحازم الحزم صفة من صفات الرجولة لقال الفرقية لسنت إلى الحزم رجل قرار صاحب قوة معنوية صاحب شخصية متزنة وقي الحزم مطلوب مثلا سيرة الصحابة تفضل مثلا عمر بن الخطاب رجل حازم ماشي متسلط سيدنا عمر بن الخطاب حازم فيرم زعما ديون فيرم حازم عنده الحزم وثقي صفة من صفات الرجولة ولكن التسلط يخفي الضعف وكذلك سمحت لي ينسى علماء النفس ضغا ويليام غودا قشو دينا إن إيش اللي عنده الاضطهاد اللي عنده التسلط عليه أن يعرض نفسه على الطب النفسي ذا شو يتقابل التسلط من الرجل الاسترجال من النساء نهضر درسني عدل الاسترجال ذا شو كي ثمطوث تبرقست فقط سوى تبرقست وما كانش ولاش الحاجة غيك تضر ونرقز مري يولي ثمطوثي ستوغا ترقست تعتدي على رجولته أما كن ثمطوث ما كش مدور قز اللي ديزيوتي نسات سيفلي الرجل ينسى على الرجولة يتسمالغ الأنثى ورسع القرار ورسع الحزم ورسع والو أنت تمطوث ضعيفة تشعر بالأمان في ظل قوة رجل قوي ألور ثمطوث المسترجيلة نناد درسني عدان أن اشتقي تهد الحياة الزوجية ذي المحال يثمثل ذي نسيني مضبرا ذي المحال الدولة سايون بريزيدان الشركة سايون ديريكتور ثواشوت سايون ديريكتور الجامع يون إمام أكرديس النظام وراه حتى في الربوبيه ربي سبحانه لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا يون ربي قال ماشي سين يون لو كان بعيد الشرا ذي السن يون سين هذ الشرقيه طيج في سته وهذا السين في سته وخمسه هذا بعد يروح كلش ثروي يون ربي سبحانه قال يون فبالتالي انشتقي سال معنا ثمطوث قوتها في انوثاتها لا فرص تمطوث مرثلي انثى اكثر ذي نسع القوه اكثر ما الا تبغات صفات ينس اتشغال ذرقاز اما كندنا ينواس ربي القران الكريم يناد وليس الذكر كالانثى يطيج اسك ذياض ويكمل وا ويكومبليتي وا اس يسعى سي كاركتيرستيك ايض يسعى سي كاركتيرستيك لو كانت فغيوث من الصفه وزال ذكر نقول هناك خلل لو كانت ودي شرقي طيج سيني سافا با يطجيلها مما شي ثورة دي سيديس أزكا صباح إن شاء الله أزكا دي شرق لو كان لغا زكا فلطناش دي غلي طلام ذا غسين هناك خلل كذلك صفة الرجل الرجل والمرأة مرأة هذا يكمل هذا ذا شو تهد إذن الحياة الزوجية حاجة ثم زوروث التسلط من الرجال والاسترجال من النساء أهد ويسين ذا شوث الغيرة الشديدة في السمين يا عدن ثلاث أتفضل قزا كيني كيني ساق في السمين ألور مدى مساعة في السمين البق ما يزغطش وري لقى يون بس يون قضية شخصية قضية عائلية ما كدفت على الأمثلة كندين بيصا صلى الله عليه وسلم
يدم بل أقوام نستقبل مئات القضايا، مئات القضايا تعلمنا منها العجب أشني ونكيني ثم طوثيو لو كان ديني السلام عليكم ينفقين ثروي في الناس أي غر ينقش في النقطة أهوانك صوت المرأة عورة نغس لبس أمشي هم بلا إنيك نكيني ما ويندس صوت في نارث البورث ما تشيذ ما ضمسيني أشكون لا لو كان ديني أشكون صوت دير الصوتي سيسلايس هات سانت واغيث الكلام أجي لا أساس له من الصحة ثسمين مادة ثلاث تهدون الحياة الزوجية تهدون تخاما صدقوني يا الخوة ثسمين مطلوبة ولكن قرنك إذا تجاوز الأمر حده انقلب إلى ضده دي فوثام غارس أتسم سيث سليث أتهود خامن الميس دي فوان ثم تسمس العلاقة يرميس كذا ذي الماس أسيني نفسي نفسي أي رجز كيني كان كيني كان كيني كان تخري ما كتير في سمين يعدن ثيلاس تسول تهودون كل يوم تقوم كانيس تيم مس قوم كانيس ثم توث قوم كانيس إلى آخره وفي سمين لكن دين اللي مسناون ذي كل شيء تهودون حتى ذي العلاقات الاجتماعية ذي العلاقات بين الأصدقاء بين الأحباب زيك كان غد النقاد وعلماء المهتمين بالأدب فأبو طيب المتنبي سلميس المتنبي شاعر كبير هذا حدث بوال ذي الوقت النين الشاعر للعصر العباسي وحتى العصور اللي قبلها الشاعر ذي نتسيل وزير الإعلام أمثل رأسها مقارن وزارة الإعلام زي كان ويذ وزارة الإعلام الشعراء الشاعر حواج ذي الحرب ذي لقير حواج الشعراء باش هذا الوحد الشعب حواج الشعراء باش الدفع عن في السلاطين حواج الشعراء الشاعر تنسيد صح الله العصر العباسي اللي والقرن سابو طب متنبي ذم قران سجم قرانا ذي الشعر سمنا سعي ملاق القلم ايش تبربي دوك نتذي اسم السيف الدولة الحمداني وقي عملاق السيف عملاق القلم اكذ عملاق السيف دوك الله يبارك تزهد دوني الله الله السلطان يقوى ذي السيفيس الشاعر يقوى ذي جلسيس ذي الشعريس أسمي ديوس الشاعر يقوى الشعراء نكو مشطاح وغلنا رزنا كل قرادة نسم ذاين وسمن وسمن قرنك عاند لا تحاسد كي قرن عاند الشعراء يقوى ماشي ذا عاند يعوذنا لا وسمن تشورنا سوليس يسيف دول حمدين تشورنا سوليس في السمين يعدن ثلاث سكره ناس أبو طيب قوليس أبو طيب يشم داك إن كان كنس الفغيس سنياس وقيت في ذوات الحبر ثورنا كنس صلون كرني يوثي السيس بلا ما يخدم لونكاته أبو طيب متن بيفهم شاطر ثم ثم يبود قصيدة في سمين في سمين ينيس تنغاكم في سمين يخي القرآن شو دينا قل موتوا بغيظكم هذه الترجمة تاعنا عرفية الآية قل موتوا بغيظكم ألور المتنبي إنياس نفكت قصيدة هذا رسين تقبل أشو سينا إنياس إن كان سركم ما قال حاسدنا يفهم المؤامرة إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم مثل ولاد إزم يفقن ولاني ستان سنة سنة تسلسة عصر حق أن بعد الصبر غرصني سنة توالي إنيس خلوي يفقن الحقيقة سن إنيس بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم فالخيل والليل والبيداء تعرفني والحرب والضرب والقرطاس والقلم قصيدة مش أي كلام يهدي ثمن طاع الصح في سمين أدوينت المظرة ثم قرآن في سربعة آسف كثرة الشكاوى والإسقاطات
كثرة الشكاوى والإسقاطات. أش في باطاس؟ أش في شي باطاس؟ أكن رايك شي مورقة زارت مساء خميس يثبت كل وار قبلك تقيم ذا أي رقز يماك كذا وكذا، ذاك كذا وكذا، يماك كذا وكذا، ولتماك كذا وكذا، الجار كذا وكذا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نغل عكس وكذا قثرت الشكوى ذا شو الإسقاطات؟ الإسقاطات وقي مرض نفسي خطير، هضرت في سيبسيكولوج وقيم يقان تبرير الأخطاء كل حاجة تيرا فياض ذا شو السبع ذا يمك ذا شو السبع تجارت مكل لفوطينس جامعة تعترف الأخطاء ينس لا لا تجور ثران الغلطان يوياض ذا رويك تمطوطيك ذا يمك ذا ذاك الجيران ذا الكونتر الشيني أي رقز أي رخض بالغلطة يجي أما دام الله غالب الصهيوني العالمية أتسوي الشر الصهيوني يا كامل شين ذا رقز دي فرا أما دام زار شو الغلطة تجي وشو السبا ذي لاجيستيون كذا السبا ذي اللوب الصهيوني الإسقاطات خطأ منهجي خطير في خمسة ذا شوت التردد التردد سوزان في الاسترومي في هناك لعدي تيزيتين تيزيتين قرنك المتردد متعب اكي قرن علماء النفس سيفرين خط انجر كان قيمنا ما تقمنا ان كلش متردد جامد فرا ديسيزيون وقيلة 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 التردد اما ذلك زمان تمطوث التردد سلوك متعب الورد انشتيك تهد الحياة الزوجية التردد وستة جرح المشاعر ونجرحن لي سونتيمون بمذا بايض جرح المشاعر وذاكي عن طرق كثيرة لانت بليزيور يعني مانيير إما عن طريق التعيير أعاير أم كل مرة أرقازي تعاير ثم طوثيس تتعاير 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 أكن تخدم تخص النغ الكونتر ذاغ انسان أكن يخدم يخص إلا ذا هو مقارن النقد اللاذع إلا هو مقارن النقد البناء لكريتيكا قيل هانت قال أخويا مرت خضم ذا إن كريتيك إلا قاد إنت لزافونتاج إزاي كونفينيون ذي لا سوتنونس مثلا أتفض الاتيديون أو نيسا عن صاحب لا تزني أدفض لي ممبر جويريني أدفكن لزافونتاج إزاي كونفينيون أما شي ذا هدو ذا هدو ذا هدو النقد اللاذع ذيريث هذا والثمانية أشوك تهدون الإدمان الإدمان اللي بسيكولوج في كانت تصل أنواع الإدمان إن الإدمان على الخمر الإدمان على المخدرات اسمح فيه إن حتى الإدمان على الكلام أتفضل قز هدار يهدر 20 ساعة جمع ذيايو نثمطوث تهضر 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 يا ما الضم جيادر تحوالو إلى قيد صلو للنهار يا يخذيش مستوفاض من كاقليه هنشي أثا الإدمان ذيريث يظل من ند حتى الإدمان على العمل أتفضل نوم دافير تجور مشغول تجارة شركات كذا ذي فواياج مدمن مدمن على السفر مدمن على العمل مدمن الإدمان واجي سلوك المدمر الحياة الزوجية ويست ساعة أنقارو التحبيط نوم يقان الإحباط في زوج صحاح إيش ما يستحبيط ما كين تروزوني فدن إلا يون أتخدم ضيون شغل المينيموم هذه السوسم مينو نورمال موش يخدم الكوراج أخي يخدم الانكوراج موش يشجع أما كان دلنا ما ولا شك مقارا ذي السوسم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت إما تفضي ذا هدو أخي رزفو ذا كي قال القبائل أخي رزفو ذا أكن تخدمض أوري فريح بالعكس أخير زفوذ أما سلجهة مطوثة أما سلجهة أبرقاز حسن الاستماع والإنصات ثقي مهمة مهمة جدا الاستماع أي ثمثن إلى قرقاز هذه سلجهة مطوثة مطوثة أبرقاز أدفك غانيك أن إكزامبل معوج يونسي هنا وقال يجوجن نكوني وقال يجوجن أتصور سأخا ماشي ما ضاميش سير المشكل كذا 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 انت تجي تبغى ما يضحكوا تبغى تسفر شنو زعما سعد العلم سعد كذا
اسي رمضان لي سوليسيون دو بوان استغنى ديكتي شيني غورك تفضيز مزقوم الزوريا سيدن كيني المشكلة تفكير ام تفكير لي سوليسيون اسي فو اما داميك ماشي لا سوليسيون تبغى وتبغى لا ديكتي تبغى فهم الزور فيك ولا تهضر كلام فارغ كلام فارغ سالو المجربين كلام فارغ شو تخدم على الميزان اماكن ديال الجماعه اماكن ديال صمتو سيتي خرت فضفض كنقري مصريين عاوزه فضفض كده ولا مش كده ايوا تخرت السفاه فيك ولا تهضر دون الفيد تحوج ثم الزوخ تهضر في كاس ثم الزوخ اور تحوج راه لي سوليسيون اكثر يرقى ساكين يماني تخدم هكا تخدم هكا يمام جي تخلينا اللي بدرك بالفول بدلي بقشور بدلي بقشورو اما ما قد ديجا تمطوس لي بروبليم ديجا سي طرو جاما سي دافا دوخان زعما في كده سوليسيون يمشي كي يرقص تبغى هاد السوفا الور ذاغ بارمي الامور كي ذاغ الاخطاء كلان ذاكي ماشي تسا في الخطا النظام كش تهضر انت تيك تزماوال كثير زرا شادين زرا شادين ميم جارين غاك ها في وينك خويا كريم نهضر الله غادي يهضر كان نسيف داوال سيني زري غاشا دينار ثاكي خدم جير انا نزال هذه الجوامع في كولا يا لطيف هذيك سبريميض لي ديني ما تهضرش انا على بالي واش تقول حلا اخويا اتعلم الغيب كتعلمش الغيب اجيت هذه السفغه وليس المقاطعه لا تجوز شرعا ومن سوء الاخلاق اجد كفولا فرازي ناس اديك فولي زارغيمو ناس ايضا طريقه اخرى ايضا مش مليحه السرحان خويا كريم ادي هضر ادي هضر انكيني انكيني مخي يروح انت ادي هضر انكيني قرك مي ادي هضر يون مقلي سلم فاسا فاسك هك انت ادي هضر السمسين كاس السمسلايا اللي نسلم اما الا ادي تمسلايا كيخدم هكا تولى لي فوتو تولى كذا تجي لا تصح من الناحيه الاخلاقيه الشرعيه لا تجوز هنا دا غير النظام الوقت شات هضر انت تبريباري لا ريبونس ها شات هضر انت ادي تبريباري لي ريبونس اكنتك فضوال وكي ما يجاك تكفو ضوال تكفيض تكفيض لكن صلى في النبي صلى في النبي صلى في صلى عليه وسلم باش كي كوبي الور اذا تجاوز الامر حده انقلب الى ضده اذا قنت شو الامرين لازم اخي قرد العلماء في كذا ربي ونجلس سينما نحسن الاستماع رابعا لو كاتريام روبير ذا شوث حرص كل طرف على اسعاد الاخر ذا شوث ام كل مذان الا قاد السيام كذي فيك سعاده غوايض ماشي ذي لي ايغويست اسي قرف كيد كان سعاده في كيد سعاده نتسات مغنت سالا ام كل قاد السيين ذي عرض مشارف فيك سعاده ايوايض وننتقي علماء النفس كان دري دي طاي إنك فاقد الشيء لا يعطيه ولزمر يفك سعادة يوايض نفسي سعارة نتسان إلى قد يلي سعيد نتسى بالذات إلى قد يلي سعيد مولاش ولاش قرن وعرف نزيك إنك لا تجني من الشوك العنبة أتوح الساس إننا تقصد لفروي تقصد آضي لنغتي زورين ولاش السعادة باش تحقق وقي موضوع واحد آخر إنك إلى قد يسعود توازن بين ربع الأمور ربعة توازن يخدم لي كيلي بذي ربعة الجانب الروحي الجانب الاجتماعي الجانب العقلي والنفسي والجانب الجسدي أربعة الجانب الروحي سوى شو الإيمان والعقيدة والتوكل على الله خطر سيطة تفكر سيط ثم طوثي كشو تسعى المشكلة وكاسين أما دام أتسي لف ربي الإيمان بالله سعيط مرات السعوض أتدفن دي الله كوزاقي بقوة خطر يلا إيما ولاش ولاش أشد فكر كذلك الجانب ويسين الجانب الاجتماعي خطر كل ساعة العضوية الاجتماعية كل يوم دينا عضو في الأسرة ولكن عضو في المجتمع التفضيل للسنة دي عاش مع المجتمع وري السنة دي لكاش وري السنة دي عاش دي لكاش يار خمسة مدن نص مدن ألور الجانب ويسين الجانب العقلي والنفسي الجانب العقلي والجانب النفسي إلى قدر متوازن وموضع مستقل ما نفصلش فيه ويصار على الجانب الجسدي الكوتي يعني فيزيك الجانب الجسدي ما الإنسان مرتاح جسديا أكيد سوف
أذي ولي مشاري سعد طرف ويض مشاري فسك سعدة إيوايض تقيد رابعا تنقر خامسا ذا شوت الحوار البناء وحسن الاتصال لو ديالوغ اكوذ لا كومينيكاسيون هكا الاتصال اكوذ الحوار زمراكم ديني غا برسك 100% العلماء ينوذن في مسالاكي هضر داك في النقطه هكا ياك سون زيكسيبسيون بدا هضرنا في لا كومينيكاسيون الاتصال كي داك شحال دي فوان في كذا كذا فلاش داين تزرى ما يثمثن اكين البروبليم ولاش لا كومينيكاسيون هي رانخ الحوار يريم زولا ير الجيران يرقات مطوط ير باباس دميس ير يليس ديماس ما ولاش لا كومينيكاسيون سي تان بروبليم سي تادير ديال الحيوض خطر اي مشكل من سعى الاتصال ذو قال غير سيوضنا الحوار ما ولاش الاتصال ولاش الحوار ذاك العلماء شو دنا ان الانسان قبل ما يتصل بغيره يتصل بنفسه نقطه قسمي تغرق انك تعجبها بكل صراحه وهما غديك خاطر العلماء سنادين يوضنا الصح الاتصال بالذات في كوالي ودين غاشيني كيني والله مفي غيمانيو ما مسفهم غيمانيو يون بولا دي قراكا يون دي قراكا في رمي لا مرة في الزمان تدور ثقينا عليه صاريف مي أري الزميرة لنا ذي هري مانيس ثقين العلماء نفس كان دي تست إنا كيون باش يجر في مانيس هذي خدم لوردر دي جوروك ذي مانيس خطر قفلت خدم لوردر دي جوروك ذي وايض خدمي ذي مانيس ثورا كان نجمع ذاقين خدم لوردر دي جور جدول الأعمال أنس قردش في مثال ثمسات ثم زواروث أين يعني مثلا كذا وكذا بلا ما نفكاد الأمثلة دوزيام بوان تروزيام بوان كاتريم نكون نخدم جارك ذي ماني يناس البرومي بوان العلاقة ينو ذي الوالديني أمشي على فروغ الدوسيي دوزيام بوان العلاقة يوك ذي الجيراني تروزيام بوان تجارة نينو أذ كملا غنا غادا في الدلاغ لاكتيفيتي ماشي خدمة خدم لوردر دي جور من بعد ناقش لوردر دي جور إيمانيش إيمانيش فكد الرأي والرأي المخالف فكد الرأي ذا الرأي في خلفن باش تدير ما يسمى بالتدريب التدريب باش تستنقض إيمانيش سي إيمانيش مولاش حسن الاتصال أذيغال إلا كان الإرسال بلا استقبال التفضي ونتسكد كان لي زوردر نغد كذا 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 وريس لارا يو والوايض ذغى العلماء في كان دي زيكزامبل كونكري بارمي دي زيكزامبل لكن ياك مثلا هذه ضر مشكل دوخان ان بروبليم دوخان سيبوزون ارغاز سي ثمطوث ذي شمي السبا مقمم الجاستاكي ساعه مازالي صح اسيني ذي شمي السبا هكا ديريكت شغل بيستوليا ذي شمي السبا نتساث لا رياكسيون ينس الشيش السبع هذا الكونفلي هذا النزاع الشمي السبع انت سين الشيش السبع اذا ما الى دوك خدمنا الزيناس دوك خام ارغاز امغار ثمغار ثمثنيس الزيناس يثمطوثني الشمي السبع الشمي السبع الشمي السبع الزيناس ياكو ان بعد شي الفلوي السبع ذا شو دير العلماء إني كمشي ترقلي ضد بروبلماي إني كترقلي ضد سين ضد كل سبة توعر تديني ضه توعر مي سي سي إني كمور زمادين ضد كل سبة إني سدير كوني سبة سي دي زيتاب ضران بروبلم دي كخام باش ولتو دارو خام هنا سامادام ثرفامة قرناش الغضب أوله جنون وآخره ندم الور رفو الغضب زنتي ذا ذاون لا اقل ثرفا ميسين اتونسيون هذيك ثولي لا غير شعل ثورا كي مادام تشعل لا غير الى قد سقسيض راس تكمل نكون ماشي سنتكمل نشمي السبه انت تسي نشي السبه ولكن من فغا تنسقسي شويه ثم سنيه اش نخدم السنيض ذنكني للسبة
أكن راس المضاميش باللي يسقر ذنكني السبة الحمد لله أترس شوية ما تبغض أترس أكثر ما سينذنكي السبة ما لقريك شي نساء 1% 99% ما راس ينذنكي السبة أترس ذا سيرسي بروك مين من التساث ما راكتيني ذنكي السبة شيني رفوني ناش هذي ينقص في قد قيمة سائل ننتد العلماء وربي القرآن فاسأل به خبيرا ولا ينبئك مثل خبير هذا مسألة مهمة وثقني ورغة السوضة يثمثن هذا السوضة الحوار الحوار ولكن الحوار البناء لأن بعض العلماء يوند كلمتين حب ح حوار بناء ينيش الحوار البناء يتسود المحبة يدين ربي ذقواليس ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة شوية كان حوار بناء الحان كذلبا ابن القيم من إيش الحان كذلبا الحياقين أسيد فرحة أسيد فر وقد غران مخارج الحروف أحكام تلاوة أحكام ترتيل الور الحا يفقد من آخر الحلق حا يفقد سيا آخر الحلق با سيا با أكذ الحا يأكل حروف يأكل دي يفقنك فأثني ذلك يأكل وقال ابن القيم رحمه الله ابن القيم الجوزية إنيش الحا أكذ البا حا يفقد سيا آخر الحلق با ما دين با أدوكل أنت الشفتين أدوكل أنت إن يك حاك ذلبا يأكل حروف أثني ذاقي يأكل معاني يأكل صنصك أثني ذاقي وقذا قذا شسني في كاسة للسند الحوار لو ديالوج سيبور سقان العلماء إما حوار إما دمار إما غذي لو ديالوج حوار بنا نغلبايد أذيلي الدمار ذا هدو القول السليغ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.